نحن عقدنا اتفاق، مو هيك يا شيخ عبد العليم؟ عقدنا اتفاق. اتفاق شو؟ ايوه، اتفاق انه نحن ما نفوت على الحارة بالنهار وما نفتش البيوت الا وانت معنا. بس انا ما برضى فوت على اي بيت الا اذا كان ابو بشير معي. شوف يا شيخ، زين كلامك كتير منيح، خلينا محترمينك قدام العالم، لانه نحن اللي منقرر مين بيفوت ومين ما بيفوت. وانا حكيت كلمتي وما بتراجع عنها ولو على قطع رقبتي. واي بيت بدكم تفوتوه بده يكون معكم ابو بشير وانا. مين ابو بشير؟ انا. شرف معنا، واذا حاولت تعطل التفتيش رح خليك تندم. اللي بيرمش بعينه بتعوصوه. يا بنتي، العسكر رح يفتشوا البيت ويروحوا، انتو خلوكم الاوضه. وعلى شو بدهم يفتشوا؟ ان شاء الله يبعث لهم الهلكه. سليم، زيتي على قلبي. شو عم تعملوا انتو؟ ما في بالكم رحمة؟ بدكم تموتوا الناس بالجوع وما ربك بغافل عما تعملون. اسمع يا شيخ عبد العلي، اللعبة صارت على المكشوف. نحن بنعرف انه في مين عم يفوت لكم اكل ومونة واللي بدكم اياه عن طريق سري نحن ما بنعرفه. هو نفس الطريق اللي قدروا رجالكم يهربوا منه ويهربوا على صرنا معهم. بقى مشان هيك بدكم تفكروا منيح وتقرروا يا اهل حارة الضبع، يا بتتعاونوا معنا وبتعطونا المعلومات اللي بتفيدنا، خلي اللي عم يفوتوا لكم اكل ينفعوكم. اسمع، اذا مفكرين بهالعمالكم تكسروا روسنا بتكونوا غلطانين. روحوا اسالوا عنا واعرفوا مع مين عم تتعاملوا. ساعتها بتعرفونا منيح يا حضره الضابط. اشحطوا له هالكلمه برا، بتدوا مساحه مع رفقاته. بدي ربي الشافي. ايه ولك؟ ولك اتراك؟ ما عاد حدا يفوت معنا على اي بيت غيرك يا شيخ عبد العليم.